يعني أني أنصح نصيحة، يعني اجتهاد شخصي من عندي، يا شعب العراق اتركوا النشيد الوطني والعلم الوطني، لا تتقربوا لها. يعني أنتم تخيلوا وياي بس هو شي يفيد النشيد الوطني؟ يا بس خليني أعبر عن الفكرة اللي براسي. أنا جاي أتخيل مجلس النواب حاليا، أتخيل مجلس النواب حاليا وأتخيل هذا الصراع بين الكتل السياسية ويسوون لنا نشيد وطني. تخيلوا الجماعة يسوون نشيد وطني، تخيلوا شلون يسووه، أو يسوون علم عراقي. شلون يصير العلم العراقي؟ هذا الصراع السني الشيعي الكردي، وهذا الصراع الشيعي الشيعي، والصراع السني السني. شلون يصير النشيد الوطني والعلم العراقي؟ فبقونا على موطني موطني، وبقونا على هاي القصة. والله هم راح يسووا، يعني تخيل المشهد بهذا الوضع ويخلوننا نشيد وطني. يجوز يدخلون بي فلان وفلان، يجوز يدخلون بي كذا، يجوز العلم يدخلون بي المعترضين على ما يجري. استاذ محمد لو يجيبوا لهم نشيد وطني من السماء ويجيبوا لهم علم من السماء هم يقبلون عليه. من يريد ان يجد مواطن الاعتراض. ما عندهم مانع يسوون العطله الوطنيه من السبعه للساعه 10 لكذا، من العشرة للثنتين الكذا، من الثنتين الكذا كذا، ما عندهم مانع. تفضل استاذ محمد.